كان وما زال ميثاق العمل الوطني منهج عمل للازدهار والتقدم، إذ أسس في المجال الاقتصادي قواعد صلبة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، ومعززة في ذات الوقت الركائز التنموية المختلفة في مملكة البحرين. مملكة البحرين ومنذ ولادة ميثاق العمل الوطني حتى اليوم قطعت شوطا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية ورفع متوسط دخل الفرد فيها، نتيجة السياسة الحكيمة لقادتها وحكومتها في ترشيد وحسن استخدام الموارد المتاحة للبلاد، مما جعل البحرين تحقق مستوى متقدما في التنمية البشرية والحرية الاقتصادية عبر حزمة من الأسس الاقتصادية. وتبلورت أولى هذه الأسس في الحرية الاقتصادية، إذ يقوم النظام الاقتصادي في المملكة على المبادرة الفردية وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل، مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية، وكذلك عبر تحديث التشريعات الاقتصادية والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص. وفي زخم هذا الاهتمام اعتبر الميثاق الملكية الخاصة في محل صون من الدولة، فلكل شخص حرية التصرف في ممتلكاته في حدود القانون، لذا أصبحت البحرين مركزا ماليا إقليميا هاما ومركزا من مراكز الجذب السياحية المعترف بها عالميا، لا سيما من خلال تقديم الدعم للصناعات التحويلية وصناعة المعلومات والخدمات وغيرها. أما فيما يخص موضوع العمالة والتدريب، فتأخذ مملكة البحرين في اعتبارها أن أعظم الثروات التي تملكها هي المواطن البحريني ذاته، الذي أثبت قدرة متميزة في مجال التحصيل العلمي والثقافي، لذا فإن دعم المواطن بالتدريب المستمر والتدريب التحويلي وتوفير العمل الملائم له من شأنه أن يدفع بخبرات ودماء متجددة في سوق العمل، مما يسمح بتوفير مجال أرحب من فرص العمل لهذا المواطن. ميثاق العمل الوطني أسهم بحق في جعل مملكة البحرين من كتابة اسمها على خارطة دول العالم، لذا أصبحت وكديدنها تضرب أروع الأمثلة في رسم النماذج البراقة على جميع الأصعدة والمستويات.